نحن برج العقرب في القرى العاطفية لشهر يونيو. أنت في ناين أوف كابس يا برج العقرب، أنت شكلك عنيد جدا في وقت العند، وأنت شكلك تحقق برضه في إنجازات، وحاسك إنك قاعد وبتستكشف هذا الشخص من بعد عن بعد، وكأنك أنت تستمتع قاعد في ردات فعله، لأنه أنا شايف إنه هو الشخص هذا رحل عنك، كأنكم فصلتوا عن بعض بعد شجار، بعد حسيت إنه يمكن العلاقة أصبحت مثلا متعبة، فأنت قررت الانفصال عن هذا الشخص يا برج العقرب. أنت شايف إنه هو تركك ورحل من العلاقة نهائيا، وكأنه مش عارف حسك بصراحة، حاسك إنك أنت زعلت هذا الشخص يا برج العقرب، وأنت عارف. طيب خلينا نشوف الشخص هذا شو. أنت شايفه إنه حزين ومسكين، و احتمال البعض منكم شايفين هذا الشخص بعين العطف، أو أنت يمكن تعطف على هذا الشخص وحاسس إنه هو مثلا تعبان في حياته. طيب هو شو هو؟ الكينج أوف كابس ولا بس؟ الشخص هذا متوازن جدا جدا، كمان شخص طيب جدا، وشخص في الحب عنده عدل، وفي العقل برضه عادل مع قلبه، يعني متفق في قلبه وعقله مع بعض، متوازن هذا الشخص جدا جدا. وكمان هذا الشخص روحاني جدا لدرجة عالية. على فكرة هذا الشخص بيعرف في نوعية العلاقات، يعني مسمى العلاقات، مثلا نحكي عن التوأم الروح، هو بيعرف عن توأم الروح، يعني عنده معرفة في العلاقات ومسمى العلاقات، لأنه شخص روحاني زي ما حكيت لك. الشخص هذا روحاني وبصيرته حادة، والحدس عنده عالي جدا جدا. طيب خلينا ناخذ الكروت الملائكة بعد ما نكمل. بس انت شكلك انت هيك عم تتفرج، يمكن البعض منكم، يمكن البعض منكم انه عاجبك هذا الشخص، يمكن هذا الشخص جديد كراش وعاجبك، وانت مستمتع في النظر اليه من بعيد، يمكن انت ما اعترفت في حبك له لهذا الشخص، لكنك انت برضه حاسه انه هو تعبان ووحيد، لكنه ولا تعبان ولا وحيد، وفي في عز زي ما بيحكوها، في عز عقلانيته، في عز مشاريعه. الشخص هذا يمكن داخل مشروع يخص الروحانيات، يمكن هو شخص مبارك على فكرة، هذا الشخص من الله، وشخص يعني يذكر الله في كل شيء، يعني لو أي شيء صار هو بيحكي الحمد لله على كل شيء، يعني لسانه دائما في الذكر. ويمكن أنت شايفه شخص روحاني جدا، بس أنا شايفك إنك أنت معاند ومبسوط. طيب خلينا نشوف فاحنا نروح ناخذ اول كارت بيحكي لك الشجاعة. ارسل النجيم اربل، تكون الشجاعة. تكون الشجاعة. stand up for your beliefs. هون بيحكوا لك الشجاعة انك تدافع عن معتقداتك. احتمال تكونوا انتوا مختلفين عن بعض، مثلا انت شايف شخص مختلف عن من مدينة اخرى بعيدة عنك، وانت بتراقبه من بعيد، او انتوا على تواصل عن بعد، ويمكن هذا الشخص مثلا طلب منك مثلا يتغير شيء فيك وانت رفضت فهو رحل، واحتمال انك انت بتفكر فيه برده بكثرة، واحتمال انه انت حاسس بالرضا من يعني عن نفسك في هاي العلاقة، حاسس انك انت سيد هاي العلاقة.
يعني طيب هون بحكوا لك مسح الفضاء الخاص بك، تخلص من الفوضى، وضح الطاقة، وأوضح الطاقة من حولك. احتمال إنه أنت بتمر بفوضى، مثلا فوضى تفكير، عندك فوضى في العقل، يعني مش عقلك ماله إشي، لكن إنه أنت حس إنك أنت مخربط بين هاي العلاقة وبين شو صار والأحداث والانفصال. حسب أنا شكلكو الشخص هذا حس بالانفصال من ناحيتك، يمكن أنتوا انفصلتوا مؤخرا عن هذا الشخص، وأنت ظلت قاعد محلك وهو رحل. يمكن أنت ظلت يعني على موقفك، لأنه يعني بقول لك خليك على موقفك ودافع عن موقفك، وأنت ظلت على موقفك ثابت، يعني الإشي اللي أنت بتريده مش الشخص اللي بريده، وهو رحل، تركك ورحل، لكن الشخص اللي بحبك برضه. بس هو أنا شايفة إنه في طاقة الزواج. خلينا نشوف بقى، هلا بنربط الأحداث بقى. طب خليني أشوف لكم كمان عشان نخلص من النصائح. هاي بحس النصائح إنه إلكم، يعني زي إشارة إلكم ونصيحة يمكن أنتوا بتفتقدوها ومحتاجينها. الشخص يجي ينصحك مثلا اعمل كذا وكذا وكذا، وهذا اللي كله نفس الإشي. هون بيحكوا لك البراءة، كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة. هون بيحكوا لك خليك قيادي وعلى موقفك، هم بيستدعوك انك انت عشان تتولى القيادة. يمكن انت تتولى القيادة في هاي العلاقة، يمكن انت قعدت فترة طويلة تتنازل وفجأة خلص صار وقت انك انت لازم انت تتولى القيادة. خلينا نشوف تتولى القيادة طبعا في العلاقة. خلينا نشوف اكتر عشان نعرف لما نشوف هنا. ديسبشن شكله فيه اقنع في هذه العلاقة، شكله فيه حدا منكم لابس قناع، وانا بالارجح بحكي انت يا برج العقرب، انت لابس قناع الرضا بالنفس وتحقيق الانجازات، وانك عنيد، وانك انت مكابر، وانه رحيل هذا الشخص ما هزك نهائيا، ولبست هذا القناع، ففي قناع في الموضوع او خداع، لانك انت حاسس ان في شغف في هاي العلاقة. بشع اسمح لروحك ان تغني. يمكن انت يمكن ما اعترفتش لهذا الشخص، او لو اعترفت له بس صار في بينكم نقاش خلص الشخص هذا يروح، انه حسيت انت انك لازم تعاند. بس هون بيحكوا لك انه في شغف في هاي العلاقة، في قناع، فبحس ان انت يا برج العقرب اللي لابس هذا القناع. هذا الشخص حاليا طاقة التو اوف كابس والجسد. اتمنى هذا الشخص يكون في زواج او ارتبط في شخص اخر غيركو يا برج العقرب. واحتمال هذا الشخص انه يكون احساسه من ناحيتك التو اوف كابس الحب، ولكن احس ان هذا الحب انقطع، لانه هو انا شفته في الطاقة تبعته متوازن، لكن حاس انه يعني من ناحيتك انت هو لسه بحبك، فهو حتى مشاعره بده يحكينا انه هو زعلان منك جدا جدا، لان انت خليته يرحل. بس بعد معاناة كتير معاك برج العقرب، الشخص هذا شكله عانى معاك كتير كتير كتير. طيب خلينا نشوف، بحب اوضح عشان اعرف اكتر، لان انتوا بدكم مخين يا برج العقرب مش مخ. من هذا الشخص قطع العلاقة معك وارتبط في زواج آخر، في علاقة أخرى. الشخص هذا احتمال كتير
انه دخل في علاقه اخرى غير برج العقرب وبيحتفل فيها، لانه هو حاسس انه من العدل انه يقطع علاقته معك، لانه حاسس انه هو طلع خسران من هاي العلاقه. وانت يا برج العقرب عارف هذا الشيء، انت حاسس انك انت مشيته وهو مخدول، فهو الشخص هذا البعض منكم احتمال هو بمر في انفصال. اذا كان هذا الشخص مرتبط فهو بمر في انفصال عن الشخص اللي هو مرتبط فيه، واحتمال بس انا حاسس ان هذا الشخص حاليا يعيش سعادة الاسرة. لو مش مرتبط او مش مرتبطش في علاقة اخرى، بس هو حاليا بيحتفل مع اسرته لانه طاقته متوازنة جدا جدا جدا، وحاسس القطع هذا الجاس من ناحيتكم انتو، كأنه قطع نهائي معاكم وتباعد الشخص تباعد عنكم. حاسس هاي الطاقة تشمل علاقتكم، وانا بحس دايما هاي الطاقة بتكون طاقته من ناحية العلاقة، فحاسس ان هذا الشخص احتمال كبير انه في علاقة اخرى او في اسرته زواجه حاليا بيحتفل في اسرته في زواج في نجاح مشروع، لكن انا حاسس انه ارتباط صار عند هذا الشخص ارتباط غير يا برج العقرب، بسبب انه حاس انه لازم يقطع هاي العلاقة، ولانه حاس حاله انه انخذل كتير في هاي العلاقة او انخدع. هو حاسس من ناحيتك العشر، لا احكي لك انه انت عندك باشن، انت اللي عندك احساس اللي انت الديسبشن، انت اللي حاطط قناع، لانه انت حاسس بالرضا باللي عملته، لكن عندك لسه باشن، عندك شغف، وانت في موقف مع نفسك لازم تكون قوي او تبين للشخص ده انك قوي. طيب هو حاليا مشاعر من ناحيتك العشر سولانجات تين اوف وند والتاور، الشخص هذا حاسس حاله زعلان منك جدا 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 يا برج العقرب، وحاسس بانهيار صابه بعد هاي العلاقه، وكانه حمل كل الاوجاع وكل شيء من هاي العلاقه ورحل وتباعد عنك يا برج العقرب. عفوا يا جماعة، بس ابني بيتقابل مع القطة تبعته. طيب خلينا نشوف الشخص هذا، حس حاله زعلان وحزين وكأنه خلص، يعني قوته خلصت لحد هون، يعني نفذت طاقته كلياتها نفذت في هاي العلاقة، فسحب حاله وقرر انه خلص ينفصل ويتباعد ويحمل مشاعره وكل شيء في هاي العلاقة، وكأنه بكامل قوته طلع من هاي العلاقة، لكن يعني بقوة دفع نفسه بقوة كبيرة لحتى يطلع من هاي العلاقة، رغم انه هو الشخص اللي بحبه كان، لكنه فضل انه يطلع من هاي العلاقة لانه صار في غدر او صار في شيء زي الصاعقة في هاي العلاقة، فجرت هاي العلاقة وكل شخص منكم راح حدا. على فكرة انت تأذيت برج العقرب وهو تأذى نفس الاشي، يعني انتوا تأذيتوا نفسيا ولكن كل شخص اظهر للتاني العكس. كمان تكونوا انتوا كنتوا في زواج، في زواج وانفصلتوا عن بعض، او في خطوبة كان فيها كتب كتاب، والشخص هذا قرر انه يعني هو بسبب احتمال شافك انت تزوجت برج العقرب، بس بين نارين، فقرر انه يحمل شعور الاستقرار معك واحساسه بانه يكون هو الشخص المناسب معك، لانه هو شايفك انك انت الشخص المناسب
اللي هو بيتمنى يكون معاه، لكن حمل كل وجعه هذا ورحلك. طيب خلينا نشوف، يمكن انت وضحت له وفاجأته انك انت بدك تدخل علاقة تانية او بدك تتزوج للبعض منكو، وللبعض منكو هو صرح انه بده يفوت في علاقة اخرى او فات في علاقة اخرى وتزوج. في شخص منكو ترك الطرف الاخر بسبب زواج او دخول طرف اخر في حياته، يا انت يا برج العقرب يا الشخص هذا. طب هو كيف شافك؟ هو شافك لهي الفيلم وشافك انك انت مكابر، كمان شاف ان انت عند قرارك بتاخد قرار واحد خلاص، شافك اثناء العلاقة انك انت الاشي اللي معتقد فيه بضل ماسك فيه، رأيك بضل ماسك فيه، اعتقادك بضل ماسك فيه. وهو فعلا هون بقول لك خليك ماسك في اعتقاداتك، خليك شجاع. احتمال ان انتوا تكونوا من دول اخرى من جنسية اخرى، لانه هو شافك برضو من جنسية اخرى او من بلاد بعيدة. اذا انتوا كنتوا منفصلين عن علاقة فيش فيها زواج، بس اذا انتوا كنتوا في زواج هو شايفك انك انت اللي الك السلطة انك تقرر هل ان تكملوا مع بعض او تتركوا، وكأنه انت توجهت للانفصال مش هو اذا كنتوا في زواج. اذا كانت علاقة عاطفية حب، فهو شايفك انك انت برضو الك السلطة، الك سلطة كبيرة في بين الاشخاص، انت شخص مشهور في عائلتك، انك انت الشخص مثلا اللي بياخد رأيك او بيستشيروك في كل المواضيع. وشايفك انك انت الناس بتتوجه لك لحتى تستشفي ولحتى يستشيروك، زي ما حكيت لك هو شايفك مستشار، وشايفك انك انت الك الكلمة الواحدة، صاحب الكلمة الواحدة، اذا حكيت خلاص يعني خلاص انتهى يعني انتهى. وشايفك انك انت بتتراجعش عن كلامك نهائيا، وشايفك نوعا ما دائما بين المايل للهدوء وبتحب انت تسبق الحدث، انت بتحب تسبق الحدث لانه بشوفك انه انت احساسك عالي جدا، فبشوفك انك انت دائما تسبق الاحداث. يعني اذا كنت في علاقة متعبة انت قررت تنفصل عن هذا الشخص لانك مثلا حكيت انه خلص يعني مش راح نقدر نتزوج، زي ما كنتوا مختلفين في الجنسية في العقيدة في المسافات، مثلا شافك انه انت سبقت الاحداث وقررت انك تنفصل لانه مثلا صعب انكو تتزوجوا، وشايفك انك انت سبقت الاحداث وقطعت معي وانفصلت، وشايفك انك بتسبق الحدث، وشايفك انه انت بتحاول تتوازن، لانه شايفك انك انت مالك اشي. هي اما انت طالع من علاقة اتعبتك او انت في علاقة خلتك تسكر قلبك، ولو حتى فتت مع هذا الشخص في علاقة انت خليت عقدة الماضي هي تتحكم فيك في هالعلاقة، فهو حاسك انك انت مش قادر تخربط، مش قادر توازن بين مشاعرك الحقيقية والاعجاب، فهو شايفك انك انت بسبب انه انت يعني مرقت في علاقة خلتك تتجنب العلاقات الاخرى او تتجنب الاشخاص في العلاقات العاطفية. يعني اذا انت مرقت في علاقة فيها خيانة وغدر كتير، هو عارف ان انت مرقت في هاي العلاقات ولكنك انت لسه مش متوازن، وشخصيتك هو مش قادر يقرأها لانه شايفك انك انت بتحاول تكون متساوي، لكن الا يصير عندك ميول لجهة اخرى لطرف اخر، للماضي للاعجاب للعلاقة الجسدية فقط، وشايفك انك انت بتميل لشيء اخر غير يعني بتميز بين شيء
غير الآخر. يعني يمكن بتميز بين مشاعرك الحقيقية الصادقة ومشاعرك نحو الماضي والخذلان الحدث فيك في السابق، حتى لو سواء من هي العلاقة. إذا هذا الشخص مثلا غلط معاك قبل هالمرة ورجع، فأنت وقفت قباله وقعدت تقارن في اللي حصل في الماضي، شافك إنك أنت بنساش الماضي. يعني إذا هو مثلا انفصل عنك قبل هالمرة ورجع وعاد انفصل عنك، هو عارف إنك أنت خلاص بتبلش تقل محبتك للشخص، بتبلش يعني تموت مشاعرك شوي شوي، شيء ورا شيء، يعني شيء تلو الشيء. هو شايفك انك انت كمان طيب روحاني، لكنك انت منغلق على نفسك، وانت لما تزعل بتاخد وقت طويل تطلع من الزعل، بتاخد وقت طويل لما انت تتوازن، ترجع تتوازن، ترجع كما كنت. هو شايفك انك انت شخصيتك سامة وانت تسبق الاحداث. اذا انت انتوا كنتوا مختلفين، او انت في علاقه، في زواج، في ارتباط اسري، في عادات وتقاليد، فانت بتفضل انك انت تضل متباعد وتسبق الحدث وتقطع. واذا انتوا كنتوا يعني قررتوا الزواج وفجاه قطعتوا هذا القرار وابتعدتوا عن بعض، فشوفك انك انت زي اعطيتوا على بعض في الزواج وتباعدت وهربت من العلاقه، طلعت. طيب احتمال هو شايفك انك انت داخل في زواج، لهيك هو قطعته. خلينا نشوف شو مشارك انت برج العقرب عشان نقدر نفهم شو مشارك من ناحية هذا الشخص برج العقرب. انت حاسس حالك في علاقة ثنائية، انت حاسس ان هذا الطرف، هذا الشخص عفوا، دخل لطرف اخر، لكنك مش قادر تقدم لقدام، مش قادر تنسى الماضي زي ما هو شايفك، مش قادر تنسى الماضي نهائيا. وقفت عند الماضي، وقفت الذاكرة كليتها عند الماضي. طيب هل انت بتحب يا برج العقرب؟ تحس بالتوازن محيطه، بتتوازن، تحس بالتوازن. انت بتحب برج العقرب، لكن انت حاسس ان هذا الشخص عمل لك شيء في المصير، انت حس انه هو مصير، وهو بوازن مشاعرك، هو الشخص الوحيد اللي بوازن مشاعرك، هو اللي بيخليك انت تستعيد الحب وترجع تتوازن، تقدر ترجع تكمل هدفك في الحياة. لكنك انت حزين زي ما هو شايفك ان انت حزين، فانت شايفة فانت حزين وفاقد هذا الشخص. انت كنت تحس معايا بالعطاء الدائم، الشخص ده كان يعطيك كتير، وكنت تحس انه دائما هو عجلة الحظ بالنسبة لك، وانت زعلان اني مفتقدة جدا، فانت اللي لابس قناع، انت اللي لابس قناع. انت قررت تحط حد لانك انت شفت هذا الشخص بيحاول يفوت ويطلع على كيفه، يعني بيرجع بروح وبرجع بروح، فانت قررت انك تجمد مشاعرك وقلبك وتحمي قلبك وتحط حد لهي العلاقة. طيب هو شو نواياه؟ يمكن هو يكون شخص برج الميزان، انت حاسه انه عادل وانه طيب، وانت حاسه انه كريم، كريم في المشاعر، كريم في كل شيء. مع انه لسه ما شفتش ان انت يعني، بس انت زعلان عليه.
أنا من برج السرطان. السرطان والدلو. ما اللي أنت بتعمل مع برج الدلو؟ لأنه بقدر شغلت أنت برج الدلو. أنت برج العقرب. وفي طاقة، في الطاقة المائية. طيب. شو نوايا؟ شو خطبته؟ هو نوايا إنه يعرض عليك فرصة جديدة، بداية جديدة. بس. وبده بداية جديدة. لكن هذا الشخص بده تكون معه في أثناء العلاقة اللي هو فيها. نوايا إنه وجود طرف آخر من العائلة، سواء من عائلتك رابط العلاقة، سواء من عائلته، هو بده بداية جديدة معاه. وجود طرف آخر، هو بده بداية، حتى يعني أكتر بده ناوي يمكن شراكة مادية، عمل مع بعض. لكنه أنا مش عاجبني الدفل، خطوة الدفل، صار خطوة الدفل محيط. الدفل حوار من هذا الشخص. خطوته انه يجيك غضبان ويحطك في الصورة، يحطك في الصورة. لكن مش عارف، انا حاسس انه الشخص هذا بيجي يرجع علقك فيه ويروح، يرجع لمنزله او ينتقم منك ويرجع لمنزله. خلنا نشوف بالضبط هل هذا الشخص ناوي ينتقم منك يا برج العقرب؟ طب مش حكينا. طب شو ناوي يعمل فيك؟ ودي خليك تنظر، تنتظره، تنتظر رجوعه. بده الشخص هذا خطوته القادمة بده يظهر أمامك كشخص ناجح في حياته، ولكن بده يتابع حياته الأسرية. الشخص هذا بده يعمل لك إشي تخليك تنتظر. يمكن إنه يعرض عليك عرض ويروح، عرض عمل، عرض عمل. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض عمل، ولكن أثناء استكشاف كل العرض هذا، الشخص هذا يتركك ويروح، يروح يرجع لاستقراره. الشخص هذا ينتقم يا جماعة، وينتظر زي ما أنت بتنتظر، يعني زي بالعين، العين بالعين، السن بالسن البادي أصلا. وكأنه بده يعمل زي كيف أنت بتنتظر إنه هو يرجع، ونفس الشيء هو ينتظرك. انت كيف تتصرف برج العقرب اذا رجع هذا الشخص؟ ما تاخدش قرار بسرعه، فكر بعمق وتباعد، لان هذا الشخص شكله بده ينتقم منك. طيب هل هذا الشخص بحبك؟ بحبك جدا جدا، بس هو مفروس من اللي عملته فيه، مفروس بشراسه كمان، يعني بغل، وكأنه بده يحطك بنفس الموقف اللي حطيته فيه. بس مش لأنه هو بده يأذيك، لا، مش شايف إنه فيها أذية، بس هو بده إياك تحس اللي هو حس فيه. بس هو بحبك، بس أنت يعني خلينا نشوف. بركي أنت بتعرف إنه أطلع من لحظة أشوف. طلع لنا برج الحوت، كمان إن أنت بتتعامل مع برج الميزان كمان.
ونفس الاشي نفس الاشي يعمل. انت خليك متابعت متابعت منتظر. فتح عينك المغلقة وخليك في نفسك، خليك غامض شوي، انتظر هذا الشخص أو فعله. إن هذا الشخص بده ينطرك أو بده يحسسك نفس الشعور اللي هو حس فيه. طيب خليني أشوف شو نهاية هاي العلاقة وشو نهاية القراءة هاي، شو بده يصير. الصمت، أنت رح تلتزم الصمت، رح يكون فيه فترة صمت طويلة بيناتكم، لأن الشخص هذا حس إنك أنت دخلت طرف آخر، خطبت، اتزوجت، و أو تركته بسبب طرف آخر. فالشخص هذا بده يحطك، الشخص هذا احتمال إنه يفرجيك إنه هو خطب ورحل عنك وتركك وفضل الزواج والاستقرار. خطة بده يعمل فيك شو انت عملت فيه، برجع اقرب بده يعمل فيك هذا الشخص. يعني انتقام. وبرج الجديد، برج الحوت و برج الميزان، برج الثور. برج الميزان خلينا مرتين وهون متوازن، احتمال يكون شايفك مش متوازن، بس خلينا نشوف هون. هون برج السرطان، برج الجوزاء وبس والدم. عندنا طاقات هوائية مائية ونارية وترابية، يعني كل القراءة طاغية عليها كل الطاقات. شكلكم انتوا طاقتكم شوية بتروح وبتيجي، يعني قاعدين بتعاندوا في بعض، و يعني كبريائكم عالي، فكل واحد بده يزيد الدعسة على التاني. مش لا دعسة البنزين او دعسة الفل، الفلفل في العمايل او في الانتقامات، بس مش انتقامات انها مؤذية، لا انتقامات انه انت كيف عملت فيه هو رح يعمل فيك. اذا انت اظهرت له مشاعرك رح يظهر، ما اظهرتش مش رح يظهر هيك. ف ان شاء الله موفقين يا برج العقرب.